بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جريء. حلقتنا اليوم مميزة جدا لأن معنا كاتب وباحث متخصص في العلوم السياسية والإسلامية، الكاتب حامد عبد الصمد. من أشهر كتبه رواية وداعا أيتها السماء، وأيضا كتاب سقوط العالم الإسلامي. مرحبا بك معنا. أهلا. أنا سعيد جدا أنك قبلت الدعوة تكون على برنامج سؤال جريء رغم صعوبة الأمر، وأنا عارف أنه من خلال تجربتنا أنه كثير من الكتاب رفضوا الظهور على قناة الحياة بسبب ما يسبب لهم من متاعب مع إخوتنا في العالم الإسلامي. أول سؤال لك، كيف تقبل الظهور على قناة مسيحية رغم أنك لست مسيحياً وأعتقد لا ديني حتى؟ شوف، أنا يعني أتكلم مع أي إنسان، يعني عندي استثناءات بسيطة. أولاً الشخص القاتل، الشخص الذي يدعو للقتل، أو الشخص العنصري. ما عدا ذلك أنا بتكلم مع أي حد، طالما أن هناك أفكار تطرح يرد على الأفكار بأفكار. كما تفضلت وقلت، أنا يعني مش بس أن أنا مش مسيحي، لا، ده أنا ناقد للمسيحية كمان. نعم. وللفكر الديني المسيحي. نعم. بس أنا ما عنديش أي مشكلة أني أتناقش مع شخص سواء متدين أو غير متدين، طالما أنه ما بيفرضش علي أفكاره. وأعتقد أن دي مشكلة إحنا عايشينها برضو في الحوار المسيحي الإسلامي أو الديني العلماني، أن الشخص المتدين دايما يميل للمقارنات، يعني يحب أن يقارن المسيح بمحمد ويقارن المسيحية بالإسلام. أنا شخصيا شايف أن المقارنات دي مش هتساعدنا كتير. أنا شايف أن إحنا نتحدث بعقلانية أفضل، لأن أنا شايف أن مثلا المسيحية كان لها ظروف نشأة معينة، الإسلام له ظروف نشأة معينة لا يمكن مقارنتها. المسيح ظل على الساحة يعني حوالي 3 سنوات، لم يكن زعيم دولة، لم يكن قائد حرب، لم يكن له أي دور سياسي مقارنة بمحمد الذي كان نبيا وقائدا عسكريا ووزير مالية ومسؤول عن شؤون دولة كاملة لفترة تتراوح ما بين يعني حوالي 23 سنة تقريبا. فالمقارنات لن تجدينا. وأنا لا يهمني إطلاقا ما قاله محمد أو ما هو مذكور في القرآن. أنا ما يهمني المسلم اليوم بيأخذ هذه الأقوال وبيعمل بها إيه في حياته، وبيطبق منها إيه علي، وبيحاول يفرضها إزاي علي. هذا هو المهم. يعني أنا لا عندي مشكلة لا مع شخص محمد ولا مع نص القرآن، ولا أريد أن أقترب من إيمان الشخص المؤمن به، ولكن لما هو بيجيبهم لي ويحاول يفرضهم علي ويحاول يعاقبني به ويطلب منك تؤمن به ويطلب مني اني لازم اؤمن بهم، ولو ما اؤمنتش بهم يكون حياتي كافر. هذا هي النقطه التي يعني هذه هي مشكلتي. وانا مشكلتي مع شخص منها، لكن انت رجل كنت ممكن بتتجه في اتجاه تبشيري، انا ما بحب التبشير. انت شخص مسيحي متدين، انا ما عندي مشكله مع المتدين المسيحي، لكن هم مش خايف تطلع على قناه الحياه؟ مش خايف انه نسبب لك مشاكل؟ هو أنا عندي مشاكل بالكفاية، يعني زي ما نقول في مصر المشرحة مش ناقصة قتلة يعني. بس احنا زدنا للمشرحة يمكن. يعني الإنسان الذي يفكر والإنسان الذي يكتب هو سلاح الكلمة. صح، سلاح الكلمة. أنا لا بدعو لقتل أحد ولا بدعو بعنصرية ضد أحد. أنا بقول أفكار، أراء في الدين، أراء في الفكر الديني، خاصة لما تمتزج بالسياسة. اللي عاجبه يسمع الكلام ويرد بأفكار، أهلا وسهلا. اللي حيرد بحاجة تانية، في محاكم وفي قانون وفي أساليب أخرى. العنف لا، العنف لا. ما هو ده يعني ده الشيء اللي أنا يعني خلاني أقبل إن أنا أتكلم معك. طيب نأتي للأستاذ حامد عبد الصمد. أنا عارف إنه تكره تقديم نفسك، لكن يعني متحبش تتكلم عن نفسك أكثر. لكن لو سألت حضرتك، مصري المولد والنشأ صح؟ أنا ولدت في مصر سنة 72 في إحدى قرى محافظة الجيزة،
درست بالقاهرة اللغة الإنجليزية والفرنسية في كلية الألسن، وبعدين سافرت لألمانيا درست العلوم السياسية والإسلامية، ودرست بالجامعة يعني في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة إيرفورت وفي قسم التاريخ في جامعة ميونخ. وحاليا أنا كاتب حر، أكتب كتب وأكتب في صحف عربية وألمانية. إيه الموضوع المحوري لكتاباتك سواء في الجرائد أو مقابلاتك التلفزيونية أو حواراتك أو أي شيء؟ إيه الموضوع الرئيسي؟ هو الإسلام السياسي ومعضلة العالم الإسلامي في السنوات اللي احنا عايشينها، في الصراع الحضارات الداخلي، أو يعني the inner clash of civilization، بين التيارات المختلفة في العالم الإسلامي. كتبت رواية أولى وبعدها الكتاب الأشهر الآن على الأقل في العالم العربي، سقوط العالم الإسلامي، فممكن تعطينا نبذة عن الرواية وعن الكتاب اللي جاء بعدها سقوط العالم الإسلامي، إزاي جاءت الفكرة؟ الرواية هي يعني شبه سيرة ذاتية لتجربتي السفر من مصر إلى ألمانيا لليابان، التعامل مع فكرة الأديان والتخلص من الدوغماتية الدينية. هذه المرحلة يعني اللي بيمر بها شباب كتير لما بيسافروا، اللي هو صراع هوية، البحث عن الهوية من خلال الدين، ترك الدين وعواقبه، والعودة إلى الدين باصطدام مرة أخرى. فكل هذه التجارب يعني حاولت معالجتها في الرواية الأولى ودعنا يد السماء. وبعدين يعني تبلورت أمامي الفكرة قبل أن أكتب في المجالات هذه، كان لازم أن أنا على مستوى شخصي أني أتعامل بصدق مع هذه القضايا. وأزمة المفكر اللي بيكتب في المواضيع الإسلامية كثيرا أن هو ما بيتعاملش بصدق مع توجهاته ومع أفكاره أولا قبل أن يطرح أفكاره على الجمهور. فالرواية كانت فلتر الأول أن أنا أشوف أنا واقف فين، بفكر في إيه وموقف إيه، وبعد كده قدرت أن أنا على مستوى أكاديمي أو على مستوى بحثي أن أنا أقدم الأفكار دي. وزي جت فكرة سقوط العالم الإسلامي، كتاب سقوط العالم الإسلامي؟ والله أنا يعني كنت أقرأ كتاب قديم اسمه سقوط الغرب. نعم. فيلسوف ألماني اسمه أوزفالد شبينجلا كان بيتنبأ بسقوط الإمبراطورية الغربية، وقال إنها يعني أصبحت عجوزة وأصبحت مترهلة وأصبحت مادية وغير قادرة على إنها تواكب العصر وستنتهي. فشفت الأعراض اللي هو بيصف فيها الإمبراطورية الغربية، لقيتها تنطبق تماما على الإمبراطورية أو الحضارة بالحضارة الإسلامية. إن إحنا عايشين في صراع مع الحداثة، بناخد نصف الحداثة فقط اللي هي الحداثة الأداتية، يعني الموبايل ناخده والتلفزيون ناخده السيلفونز والإنترنت، لكن الأفكار اللي وراء هذه الأشياء. أنا أتذكر قصة يعني ذكرتها في الكتاب. كان مدرس بكلية التربية بالقاهرة، كنت دعيته بمؤتمر في ألمانيا عن الكتب المدرسية، وكان رجل متدين. فقام الفجر في الأوتيل وأذن الفجر، فأنا يعني صعقت ورحت وأذن في الطرقة يعني. قلت له ما يصحش الناس نايمين. قال لا، حريتي الدينيه وحقي. وهذا الشخص نفسه بعد بالمساء يعني كنا قاعدين على طاوله وناكل مع اعضاء من المؤتمر مش مسلمين وبيشربوا كحول، فهو ساب المكان وغضبان وزعلان جدا وارغمهم ان هم ما يشربوش على الترابيزه. فيعني نفس الشخص كان جاي يشتري ايبود عشان يسمع عليه القران، فهو بنصحه يعني يشتري اني ايبود وبتاع. فانا مسكت الايبود اللي هو بتاع ده، قلت له يا شيخ انت عارف الايبود ده جاي منين؟ قال لي منين؟ قلت له ده 500 سنه من الحريه.
500 سنة من حرية الفكر وحرية العقيدة، يعني كل اللي عايز يشرب حاجة بيشربها واللي عايز يعمل حاجة بيعملها. ده اللي أنتج لنا الجهاز، هو ده اللي بيخلي الحرية وحرية الفكر وحرية البحث هو اللي بيؤدي الجهاز. فالحداثة مش الجهاز بس، إيه اللي ورا الجهاز؟ اللي ورا الجهاز 500 سنة من حرية الفكر، حرية العقيدة، إن كل واحد ليه عقيدته ومحدش يتحكم في عقيدة حد، وكل واحد ليه فكره، وكل واحد ليه أسلوبه في الحياة، وكل شيء مسموح به في إطار المرأي. لو ما اعترفناش بهذه الحقيقة ما فيش أي إمكانية للتقدم. وأنا شايف إن ده بالضبط جزء من أزمة العالم الإسلامي اللي أنا كنت شايفه، التعامل مع الحداثة النصفي، يعني ياخد النص المادي ويسيب النصف الفكري واللي أنتج هذا. زي شجرة، واحد عايز الفروت اللي هم الثمار ومش عايز، بيكره الشجرة وبيكره جدرها وأغصانها وشكلها وكل حاجة، بس عايز، بس الثمار دي جت من الشجر. فلولا الحضارة الغربية بكل قيمها ما كان وصلنا للتقدم التكنولوجي. فيجي واحد شيخ من شيوخ السلفية يكون بيتعالج في ألمانيا مثلا، فيجي يتعالج في ألمانيا، أطباء ألمان هم اللي بيعالجوه، طائرة غربية الصنع هي اللي بتوصله، معاه ساعة غربية الصنع، قاعد بكل أدوات الجراحة اللي بتستخدم غربية، وبعدين في الآخر يقول لك دول كفرة. وبس هو ربنا مسخرهم لينا زي عبيد ان هم يعني. فهذه النظرة وهذا الأسلوب المتعالي على العالم، ان احنا منعنا ان احنا يعني نستفيد من العلم او من التطور اللي وصلوا له. وهذه هي الحضارة، الحضارة هي قدرة البشر على استيعاب الجديد، هي دي الحضارة، ان يكون فيه شيء من الكومن سنس او يعني الاشياء المتعارف عليها مش محتاجه تتحط في قوانين او دساتير. يعني اشياء يعني احترام العقيده، حس مشترك اللي هو الكومن سنس، شيء مشترك، يعني ما فيش، مش لازم تحط في قانون. يعني حكايه ان انا انت بتعبد ايه وانا اعبد ايه مش قضيتي، حكايه انت لونك ايه وخلفيتك ايه، لا، في انت انسان وانا انسان، وهذه هي الارضيه اللي احنا نتعامل عليها في الأساس، مش حكاية مين أفضل ومين أسوأ ومين معه الحقيقة المطلقة ومين ما معهوش الحقيقة. قبل أن أنا هدخل لعمق الكتاب ونبتدي شوية نأخذ منه بعض المختطفات ونناقشها، تعرضت لأعتقد فتاوى إهدار دم في مصر من بعض الشيوخ، ولما كنت تتكلم على إزاي بعض الشيوخ يذهبوا للعلاج للغرب تذكرتها وحضرتني صورة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فهل ممكن تعطيني تجربة عن تجربتك مع الشيوخ، أو بعد ما صدر الكتاب، بعد ما ألقيت محاضرات، وبعد ما كتبت عنك الصحف المصرية وأجروا لقاءات معك إلى غير ذلك، ما الذي حصل؟ واللي حصل إن أنا دعيت لإلقاء محاضرة في صالون حركة علمانيون، وهي حركة مصرية شابة بتطالب بفصل الدين عن السياسة أو عدم خلط الدين بالسياسة. نعم. وفي يعني سوء تفاهم شديد في فهم يعني العلمانية في العالم العربي ما زال. العلمانية، أنا شايف إن العلمانية رحمة بالأديان. إن العلمانية بتخلي الدين محافظ عليه في إطاره الوجداني. ما بتتدخل في عقائد الأشخاص. العلمانية معناها عدم خلط الدين بالسياسة، وده بيحافظ على السياسة وبيحافظ على الدين نفسه. لأن إحنا عايشين في مجتمعات متعددة الأديان والجنسيات، سواء في الغرب أو في العالم العربي. لو كل واحد جاب دينه وصمم إن ده يكون الإطار ومصدر التشريعات ومصدر الحياة، مش هتبقى حرب أهلية، ومش هتبقى تعايش. لكن لو شفنا فين المجتمعات اللي الأديان يتعايشوا فيها بسلام، هتلاقيها في الغرب. المسيحي مسيحي، والملحد ملحد، والمسلم مسلم، واليهودي يهودي، وعايشين جنب بعض. والدولة تقف على نفس المسافة من هذه الأشياء. على الحيادة. فحركة علمانيون يعني دعتني إن أنا ألقي محاضرة في القاهرة، وأنا من زمان ما كنتش ألقيت محاضرة في القاهرة. يعني في زي ما أنت
في ناس بتخاف ان هي تعمل معاك حوار. انا جربت ده كتير، ناس كتير يعني بتحب افكاري بس بتقول لي يعني هيبقى صعب ان احنا نطلع معاك على الهواء، او هيبقى صعب ان احنا نعمل معاك حوار عشان الشعب لسه مش جاهز. وانا الفكره دي ارفضها تماما. حكايه الشعب مش جاهز، ما فيش حاجه اسمها الشعب مش جاهز. الشعب مش كتله واحده، يعني الشعب عباره عن كتلات مختلفه، كل واحد ليه تفكير وليه جاهزيه معينه. في ناس تتقبل بعض الكلام وفي ناس لا تتقبل بعض الكلام. انا عايز اوصل لنتيجه ان انا يا اخوانا ما عنديش الحقيقه المطلقه، انا راجل بفكر وبكتب افكاري بس، ممكن اكون صح ممكن اكون غلط، عايز اطرح افكاري وعايز اللي مش متفق معها يرد بفكره. فانا كنت عامل محاضره عن الفاشيه الدينيه وقارنت بالتحديد فاشيه الاخوان المسلمين مع الحركه النازيه في ألمانيا وتطورها، وأنا درست الحركتين كويس جدا وأعرفهم. وقلت إن طبعا الفاشية الدينية لها جذور في التاريخ الإسلامي، مش جاي من مش جاي من الهوى يعني. وقلت كمان إن أنا ما أقدرش أسمي الإسلام في نشأته فاشي، لأن كلمة فاشية كلمة حديثة. وكان هدفي من المقارنة في التاريخ أقول إن يعني ليس من العدل أن أصف الرسول أو أصف الإسلام بالفاشية، لأن دي مصطلحات حديثة. هناك فجوة زمنية بين الاثنين. في فجوة زمنية، وكل اللي بيقارن يعني من منطلق حقوق الإنسان ما فعله الرسول في المدينة وفي مكة بالنهاردة كلام فارغ. لأن إحنا اللي توصلنا له توصلنا له بخبرات ومعلومات ما كانتش موجودة في زمن الرسول. فأنا كنت بقول يعني يتعمل زي ديل ان ما ينفعش ان انا اصف الاسلام بهذه الوصفات يعني اسقط عليه احكام من نبع خبراتنا في القرن العشرين والحادي والعشرين، لكن بالعكس بالعكس ما ينفعش انه يجيبوا لنا بتاع القرن ال14 الشريعة بتاع القرن السابع ويطبقها عليا النهارده بنفس الاسلوب. فهو ده يعني افضل فكره للتعايش، ان يعني شيل ده من ده يرتاح ده عنده زي ما بيقولوا في مصر. يعني ما تجيبش القديم وتفرضه عليا وانا مش هحكم عليك بما تعلمته من الحديث. ودي مشكلتنا على الاسلام. يعني الاسلام لو قالوا انه ما فعله محمد كان، رغم انه انا ممكن اختلف معك بعض التفاصيل يعني لو دخلنا للعمق، لانه بعض التصرفات اللي عملها محمد كانت مرفوضه حتى بمقاييس عصره. يعني على العموم ده مش الاشكال، لكن بصفه عامه انا اتفق معك في الاطار العام. مشكله اللي شايفها انا دلوقتي عايزين يجيبوا ده ويقول لك ده افضل شريعه ممكن تحكم الانسان في اي وقت، ومقوله انه الاسلام صالح لكل زمان ومكان. فدي الاشكال بالنسبه لي انا شخصيا كمان، يعني بالاضافه للتفاصيل. هو حكايه المطلق عامه يعني، ودي يعني قصه. انا شايف ان الاسلام دين متاخر، يعني جه متاخر، جه 600 سنه بعد المسيحيه. صح. والمسيحيه مرت بمراحل عنيفه كتيره، وقبل ان تاتي حركه التنوير في اوروبا عاشت المسيحيه فترات مظلمه كثيره نعرفها، يعني حتى المسيحيين نفسهم طالما ان الدين هو الذي يسيطر على الدوله من فوق، مفيش حريه ومفيش ديمقراطيه. فانا اعتقد ان الاسلام حاليا بيعيش قرونه الوسطى التي عاشتها المسيحيه في بدايه من القرن 14 و 15. فانا عملت مقارنه في المحاضره دي بين حركه الاخوان المسلمين ونشاتها والحركه النازيه في الافكار واساليب الحكم، تقسيم المجتمع، السمو الاخلاقي او السمو العرقي الموجود في الاثنين، تقسيم الحزب النازي واسلوبه والميليشيات الاخوان واساليبها، الفكر الاقصائي وهي الفاشيه هي اقصاء الاخر ورفض الراي الاخر والقتل على الهويه او القتل بسبب الراي، هذه فاشيه. فجم الجماعه الشيوخ يعني هم كتير يعني وابتدوا ان هم يفندوا طبعا ده مش صحيح، احنا مش فاشيين وده خطا وده غلط ولا
طبعا انا كنت ذكرت في المحاضره ان الفاشيه ما بداتش بس بصعود حركه الاخوان المسلمين، ولكن لها جذور في التاريخ الاسلامي نفسه منذ عهد الرسول. وقلت في المحاضره ان ليس من العدل ان انا اصف الرسول ونشأة الاسلام بالفاشيه، لان دي مصطلحات حديثه. ظهر بقى الشيوخ ولا احنا مش فاشيين ومش فاشيه، وعشان كده يا برنس احنا هنموتك. يعني ايه؟ انا مش فاشي، انا مش اقصائي، انا ما بقتلش حد عشان رايه بس هقتلك عشان رايك. وكانها نكته يعني. واكثر من قناه واكثر من شيخ، محمود شعبان بتاع الازهر، والاخ الارهابي المتقاعد عاصم عبد الماجد، واخيرا اللي هو يعني سخن الدنيا عليا جامد قوي طبعا الشيخ ابو اسحاق الحوين، اللي قال يعني بينه وبين اطار حتى مع الزمن ما ينتهيش مهما كان الدرجه. ايوه، وقال لك يعني بعضهم ان درجه سبب، وانا ما جبتش سيره النبي اصلا في المحاضره. انا قلت ان نشاه الاسلام كان فيها عناصر اشياء فاشيه بسبب اقصاء الاخر، وذكرت بالتحديد حكايه فتح مكه، من ان قبل فتح مكه كان او طالما كان المسلمين فئه يعني مضطهده في مكه، كان يقول لك لكم دينكم ولي دين ونتعايش ومشاركه لا مغالبه. لكن لما يعني بعد دوله ولا سلطان رجعوا حطموا الاصنام وكسروا، فقلت ان ده يتنافى مع بس ذكرت تلميحا يعني. بس ما قلتش بقى ده ولا النبي يعني. انا وبعدين بذكر حقائق مذكوره في السيره الاسلاميه، ما اخترعتش حاجه. طبعا. بس لان هذه الامه ابتليت بعقوق بعض ابنائها، وهذا البعض يؤسفني ان اقول انه ذوبان له حجم. نحن الان في زمان العقوق. أسمعتم إلى هذا الزنديق الذي يقول إن الفاشية بدأت في فتح مكة؟ فاشية الإسلام بدأت في فتح مكة، وكان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكة تنعم بالسلام وتعدد الأديان، فجاء الإسلام فحمل الناس على دين واحد قهرا وتعسفا. وقال روائي آخر زنديق ذائع الصيت إن الفاشية الحقيقية هي الالتزام بالإسلام. والله أنا لا أدري ألهم قلوب وهم يتكلمون بهذا؟ كانوا يستترون قديما بمثل هذا ويجمجمون ولا يصرحون. الآن لأن قليل الأدب إذا أمن العقوبة أساء الأدب. أليس عندنا قضاء؟ أليس في هذه الأمة أحد يغار على هذه الكلمة ويؤدب أهلها؟ لما غاب سيف الشريعة ظهر هؤلاء المنافقون ويجهرون بمقالاتهم ويفتخرون بها. والمؤسسة الرسمية عندنا شبه ميتة، شبه ميتة. أنا انتظرت لما هذا الزنديق قال إن الفاشية ظهرت مع فتح مكة أن يغيرها الأزهر، أن يحتج الأزهر، أن ينكر شيخ الأزهر. لم يتكلم واحد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنيهم. اشكبوا رحمكم الله، حرام عليكم، اشكبوا. اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام بيننا وبينه سعر لا ينطفئ، لا تنطفئ ناره. بيننا وبين الذي يشتمه سعر
لا تنطفئ نار. المهم يعني أنا قصتي مش قصة مقارنات. أنا قصتي ما يأتي من هذا العصر من القرن السابع ليتحكم في رقبتي في القرن الحادي والعشرين. ده أنا أشترك معه. لكن أنا ما عنديش أي مشكلة لا مع النبي ومع القرآن ومع أي شيء حدث في هذا العصر. لكن بصراحة الفكر ده الآن أنت مهدور الدم عند الشيوخ. يعني لو تمكنوا منك وقتها أو أي واحد من شباب السلفية كان ممكن يقتلك على الفكرة. وعملوا صوري، نشروا صوري بعدها على النت وحطوا على صورتي مطلوب ميتا ونشروا عناويني في القاهرة أنا متواجد فين، ويعني كان في حركة محمومة يعني للبحث يجيبوا الراجل ده. وهي دي الأزمة، وهي دي ده الكلام لما حتى من أصدقائي العقلانيين يجي يقول لي بس أنت برضو زودتها شوية ومش عارف وأنت مش عارف إيه. الأزمة بالنسبة له مش إن أنا ناس بتهددني بالموت، لأن الأزمة بالنسبة له أنا قلت إيه، وده شيء لازم احنا نتحداه انه يتغير. لازم يحصل شيفت. يعني الازمه الحقيقيه مش انا قلت ايه ولا رايي ايه، لان في 6 مليار شخص على ظهر هذه الارض مش مسلمين ومش مطالبين بان هم يكونوا كل الاحترام للنبي وللقران وللطقوس الاسلاميه. فالاسهل ان المسلمين يبتدوا ان هم يتعاملوا بهدوء لما يسمعوا نقد. ما في كتب تخرج عن المسيح وبتحتقره وبتسيء اليه، كتب ومسرحيات وكل حاجة وكل شيء. هو انا زي ما قلت لا اريد ان انزع القدسية عن شيء. القدسية دي بس لازم يكون شيء شخصي. لكن انك عايز تعمل قدسية عامة، يعني عايز تقول لي ما تقربش من القرآن وما تقربش من النبي، مش هتكسب. انت بمنطقة ده مش هتكسب، لان مش هتقدر تلجم لسان 6 مليار شخص مش مسلم. وحتى خلينا نقول ربع مليار من المسلمين مش مقتنعين قوي بالكلام اللي هو بيتقال دوان، ويعني مش مؤمن بحكاية المطلقية دي. فالاسهل ان انا اتعامل بهدوء مع النقد، واي حد لا يتقبل قدسية ديني او قدسية نبي مش مشكلة ما دمت انا مقتنع. الازمة وده اللي انا شايفه الحقيقة ان في كتير مش مقتنعين او مش ما عندوش يقين. هو عنده شيء اخير يعني فقد كل شيء له علاقة بالهوية، فده اخر عكاز بيتعكز عليه للهوية بتاعته الدين. فخلاص ما عندوش اي شيء تاني، فهي اخر حاجة بيدافع عنها عشان العكاز الاخير لو سقط منه هيقع على وشه. للأسف الشديد التعليم والتربية في مجتمعاتنا في القرون الأخيرة كلها أخذت كل حاجة وما سابتش غير عكاز الهوية ده اللي اسمه الدين. عشان كده أي حد يقرب منه تبص تلاقي ناس طلعت زي الكلاب المسعورة، لا مؤاخذة في اللفظ يعني، علشان تدافع. هو الدفاع عن الدين بيكون بالبكاء وبالصراخ، والدفاع عن الهوية بيكون بالقتل. فدي النقطة اللي لازم لو حاجة زي كده كان لها فايدة، إن ابتدى نقاش ناس تتناقش في هذه القضية. يعني هل الأزمة في الكلام اللي اتقال، ولا الأزمة إنه راح وراجل حياته مهددة بسبب الكلام ده؟ عودة للكتاب، كتاب سقوط العالم الإسلامي نظرة في مستقبل أمة تحتضر، صدر باللغة الألمانية أولاً صح؟ هو صدر بنفس التوقيت باللغة العربية والألمانية، في نفس التوقيت والهولندية. وبالعربي صدر عن دار ميريت في القاهرة 2010، وموجود لمشاهدين لمن يريد شراءه في المكتبات المصرية. حتى يعني لاحظت في البداية إهداء إلى روح نصر حامد أبو زيد. عايز أفهم سر الإهداء. نصر حامد أبو زيد صديق، ومن الناس اللي أثروا فيها جامد من أول لقاء بينا. إحنا كنا دعيناه أول ما سافرت ألمانيا، في بعد ما هرب من مصر لهولندا مباشرة، دعيناه عشان يعمل محاضرة عندنا في جامعة في ألمانيا، وقعدت معاه في بيتي وتعرفت عليه وتشبعت من أفكاره كتير، وشفت قد إيه هو كان إنسان عنده خلق وعنده علم وعنده فكر، وكان الناس مش فاهماه. دلوقتي في شباب ابتدى يرجع لافكار نصر حامد ابو زيد، فهو من الناس اللي كانوا بيدعوا الى العقلانيه في التعامل مع النص.
ودي خطوة يعني خسر بسببها حاجات كتيرة جدا طبعا، وحياته كمان كانت في خطر، لكن تصميمه وأريحيته وخلقه الحميد في التعامل مع هذه القضية تعلمت منه أشياء كثيرة، وهو وأنا بكتب الكتاب توفي، يعني حزنت كتير، خاصة إن كان قبلها بكم يوم كان بينا يعني تبادل أفكار إيميلات، و يعني هو لو كل إنسان في أب روحي فكري يعني، فأنا أعتبر هو أحد الآباء الروحيين لأفكار. في المقدمة أنا بالمناسبة عجبتني مقدمة جدا، وأنا بحييك على المجهود اللي بذلته في الكتاب، يعني شيء رائع أن أرى شخص شاب في بهذه الجرأة وقدر أنه يحتوي مواضيع كثيرة متشعبة في صفحات قليلة، أنه يحاول يعالج المشكلة، لأنه هي ممكن مجلدات وما تعالجهاش، لكن كان لك هذه القدرة أن تعملها في كتاب من الحجم ده. أول شيء تقول عن نفسك: فجأة تحول ذلك الطالب المصري الذي جاء إلى ألمانيا باحثا عن العلم والحرية إلى جندي من جنود صراع الحضارات، ولكن الجندي كان بلا حول ولا قوة، ولم يكن يمتلك سلاحا سوى تمجيد الذات ولعن الآخرين. عبارة قوية، عايز تعليق حضرتك عليها. للأسف هي أزمة بيتعرض لها شباب كتير من اللي بيسافروا لأوروبا خاصة للدراسة. نعم. إن هو بيكون بيحلم ببعض الحرية، وبيحلم بالحياة في الغرب وأنوار الغرب ويتعلم، ويأتي فالدين والأسلوب اللي تربينا عليه لممارسة الدين بيكون زي يعني خيط مطاطي، يبقى دايما رابطنا بالأفكار، فلو لما نبعد بعيد يجي يشدنا تاني ونتلسع، عارف الأستك لما يشد ويلسع. فأنا يعني عشت هذه التجربة، ورأيت الكثيرين من الشباب اللي هم بيعيشوا نفس التجربة. صراع بقى، صراع بيجي بيحاول انه يعيش حياة حرية، تأنيب الضمير، بيحاول ان هو يرجع تاني للدين فبيكون اكثر تطرفا، وعشان يتخلص من أزمة تأنيب الضمير يبتدي يلعن المجتمع الغربي او اي الاخرين بصفة عامة، ويجعلهم هم المسؤولين عن هذا الشيء. ده شيء حصل لي انا في بدايات دراساتي يعني، وخلاني ان انا اقف وقفة مع نفسي، لان ده بيؤدي الى نوع من النفاق، ان الشخص عشان يحافظ على هويته يبتدي يعظم وينفخ في نفسه وفي تاريخه، يتغاضى عن الاخطاء اللي موجودة في ثقافته وفي تاريخه، ويبتدي يتصيد للاخرين اخطائهم ومشاكلهم. فدي نقطة يعني للأسف الشديد بتفسد على الكثير من الباحثين المسلمين في أوروبا فرصة أنه يكون عنده فكر حر، لأنه بتدخله في سجن أنه هو لازم يدافع عن دينه ويدافع عن هويته ويدافع عن قوميته. الباحث والمفكر لازم يتحرر من كل هذه الأشياء عشان يقدم فكر حر بالفعل. إيه سبب الموضوع ده؟ خصوصا أنه كثير من الناس قابلتهم وبيقول لي مثلا ابن عمتي كان إنسان عادي في مصر، لكن راح على ألمانيا أو راح على بلجيكا أو فرنسا أو أي بلد وصار متطرف. أخويا كان رقيق جدا وكان كده وملوش في اللحية ولا في حلق الشارب ولا في الجلباب كده، راح على بلجيكا شخص تاني أثروا عليه المساجد هناك عملوا له. لكن أنا شايفها لها أسباب أكثر من تأثير مسجد، لو أنا محببش المسجد يأثر فيها مش هيأثر فيها. لا، هو مجتمع الهجرة بصفة عامة هو مجتمع عاطفي، وأنا لما كنت في مصر كنت مسلم، بس شيء ما كنتش لازم أثبته أو أظهره، مسلم وخلاص، المسلم مسلم والمسيحي مسيحي وعايشي. لكن لما بيروح مجتمع بيكون المجتمع ده بمثابة مرآة، والمرآة قاسية جدا، لأنك ترى نفسك لأول مرة عاريا أمام المرآة، يعني بكل عيوبك وبكل ذنوبك وبكل خطاياك. المجتمع
بيوريك الثغرات والأخطاء في حضارتك وثقافتك وفكرك، ويجبرك إنك تقف قدامها وتواجهها. فدي يعني ده شيء قاسي جدا. والقليلين جدا هم القادرون على مواجهة على هذه المواجهة. فيهرب إزاي من المواجهة؟ يكسر المرايا، يكسر ويلبس أي غطاء بقى، ورق توت، أي حاجة، أول حاجة تقابله. دي نقطة. النقطة طبعا إن المجتمعات الإسلامية فيها نوع من الرقابة الجماعية. يعني ما حدش يعرف يعمل خطيئة متخفيا، لأن هتلاقي حد من أسرتك، حد من صحابك، حد مراقبك وشايفك وممكن تعاقب عليك. لما بيسافر الشاب ففي البدايات بيكون هو مع نفسه، هو راكب نفسه، فبيقع في أخطاء معينة بيذوق من الثمار المحرمة للمجتمع، سواء جنس، سواء كحول، سواء ما إلى ذلك من أخطاء، فيبتدي يعني يصاب تأنيب الضمير. تأنيب الضمير ده يعني لابد له من علاج. فيا إما العلاج الصحي، ألا وهو إن كل إنسان حر، وكل إنسان يعني يحاول إن هو يوازن ما يفعله، إذا كان بيأذي نفسه أو يأذي الآخرين أو لا. أو في الحل الثاني اللي هو العودة إلى الدين، ولكن بعنف وبأكثر أصولية. فالكثيرين يهربوا من المسجد فترة، يرتكبوا المعاصي ويعود إلى المسجد أكثر تطرفا، والعائد دائما بيبقى عايز يثبت نفسه فيبالغ، فيكون أكثر تدينا من المتدينين الآخرين. ماذا عن الهوية؟ أنه الإنسان لما يغادر موطنه، يعني كان في مجتمع يعرف اللغة، يعرف نفس التقاليد، نفس كل شيء، ذهب إلى مكان آخر، كل شيء الآن صار يعني ما ليس هناك أرضية صلبة يقف عليها، فيجد نفسه مهدد في هويته، فلا يجد إلا الهوية الدينية فيمسك فيها ويعض عليها، ما هو ويصير متمثلة في اللحية وفي أشياء كثيرة من هذا القبيل. ما هو ده العكاز اللي أنا كنت أتكلم عنه. للأسف الشديد من التربية، سواء في مجتمعاتنا الإسلامية الأصلية أو في مجتمعات الهجرة، هي كلها قائمة على العكاز الديني. وما دونه مرفوض أو غير مهم. فلما بيتعامل الشخص المسلم خاصة الشاب مع المجتمع الغربي، واللغة مختلفة، الثقافة مختلفة، قواعد اللعبة، قواعد التعامل، قواعد العلاقات بين الجنسين، كل ده مختلف عما تعود عليه. فلما يجي ويفاجأ بكل دون، فهو بيحاول يا إما إن هو يغطس في هذا المجتمع ويتخلى عن المجتمع الذي أتى منه، بس ده بيكون ليه عواقب وخيمة تانية، فيبتدي يرجع تاني لنفس العكاز، فيرجع للعكاز ويرمي كل، بل يشيل العكاز عكاز ومع ذلك يرفعه وعايز يضرب به التانيين. فتخيل ده لو مشهد سينمائي. انا يعني بشبه العالم الاسلامي بالمشهد ده لو سينمائي، ان واحد ماشي على عكازين وهو مش قادر يمشي، بس بيرفع العكاز ويضرب يمين وشمال بالعكازين حواليه، وشايف ان هو من حقه انه يكون بيتحكم في البشرية كلها، من حقه انه يسود العالم. طيب بأمارة ايه؟ على اساس ايه؟ انت اصلا مش قادر تمشي. لكن ان هو يواجه هذه الحقيقة وانه يعترف انه مش قادر يمشي، دي خطوة بتحتاج شجاعة، القليلين جدا هم القادرين عليها. في المقدمة ايضا، من بين ما كتبت، رأيت أمامي، تتكلم أو تتحدث عن الحضارة الإسلامية، رأيت أمامي حضارة إسلامية تتنفس بصعوبة، وهي تقف عند مفترق الطرق ولا تدري إلى أين المصير. الدنيا كلها ترى أعراض المرض على وجهها، لكن المسلمين لا يزالون يكابرون ويلومون الناس جميعا إلا أنفسهم. يعني شايف حضارة إسلامية بصعوبة تتنفس، إيه معنى الكلام ده؟ والله أنا شايف إن
الحضارة الإسلامية فوتت على نفسها أكثر من فرصة للتصالح مع الحداثة، للتصالح مع العالم العصري الذي نعيش فيه، ولا يمكن لهذا التصالح أن يتم إلا لو اعترفنا أننا ضعفاء وأننا فشلنا وأننا يجب أن نتعلم من الآخرين. كان في وقت صحيح في التاريخ الإسلامي، الحضارة العربية مش الإسلامية ممتزجة بالحضارة الفارسية، قدمت حضارات مهمة في الأندلس وفي بغداد وفي القاهرة وفي دمشق، لكن كانت هذه الحضارة ساعتها قادرة على امتصاص علوم الآخرين، استفادت من المسيحيين السريان اللي ترجموا، من خبرات اليهود، من العلوم الفارسية القديمة وأسلوب إدارة الدواوين، امتصوا كل البيزنطية امتصوا كل هذا، وهي الحضارة تعيش وتتطور عندما تكون أبوابها ونوافذها مفتوحة للهواء النقي القادم من الحضارات الأخرى. والحضارة تبدأ في أن تشيخ وتعجز عندما تغلق كل الأبواب، عندما ترى في النوافذ خطرا يدخل منه غرباء لا مجالا يدخل منه النور والهواء النقي. فدي بالضبط الأزمة اللي الحضارة الإسلامية في عصرنا ده وقع فيه، إنها ترى النوافذ انها خطر، فلازم اقفل بطول، لاحسن البت تهرب، لاحسن الغريب يخش، لاحسن مش عارف الغربي، تاثير الهوس من تاثير الغربي على هويته. لكن الان من الصعب غلق النوافذ، نافذه الانترنت، نافذه الفضائيات، يعني ما اكثر النوافذ دلوقتي. بالضبط، فهو للاسف الشديد احنا امام حضاره حاليا يعني للاسف تتنفس صناعيا بقالها كتير. وما يسمى بالإسلام السياسي هو نشأ من هذا الوهم ان احنا يعني نكون سادة العالم ونكون، ولكن الإسلام السياسي يتنفس صناعيا عن طريقين، عن طريق البترودولار وعن طريق كراهية الغرب، لكن ما عندوش اي مشروع لهذه الحضارة ازاي ان تكون حضارة منتجة، ما عنديش مشروع علمي أو حدث. خليني أوقفك عند النقطتين دول، يعني قلت شيء مهم أريد يعني مزيد من التفصيل فيه، إنه العالم الإسلامي يتنفس عن طريقين، اللي هو كراهية الغرب والبترودولار، يعني فلوس النفط اللي بنعيش بيها. ممكن توضح الفكرة دي؟ في سنة 1924 سقطت الخلافة العثمانية، صح، بعدها بأربع سنين بالضبط أو في نفس السنة بالتحديد ظهرت في الهند الحركة الإسلامية بزعامة أبو الأعلى المودودي، وفي القاهرة ظهرت بعدها بأربع سنوات حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين، وعلى أساسهم تطور فكر المودودي في الهند وباكستان وأصبح طالبان فيما بعد، وتطور فكر الإخوان المسلمين وأصبح جماعات الجهاد وجماعات التكفير والهجرة والجهاد وصولاً للقاعدة حتى. الجماعتين بقى بتوع المودودي والإخوان المسلمين اتقابلوا في أفغانستان وتزوجوا بمال سعودي، بنفط، بمال النفط. هذا هو تطور الإسلام السياسي في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، اللي هو قائم على أساس الهزيمة بعد انهيار الإمبراطورية. كان في الفترة دي كانت الأمم الإسلامية أمام خيارين، يعني نبدأ في بناء دولة حديثة زي بقية العالم، أو نتباكى على الأطلال، أو نتباكى على الأطلال ونعود إلى الخلافة. طب هي الخلافة كانت جابت لنا إيه؟ وإحنا لسه شايفين الخلافة العثمانية ترحلت وفشلت وكانت في لا علاقة لها بأي شيء، وكانت الناس تكرهها، كانوا يكرهوها. يعني الناس عايزين إعادة شيء، يعني الآن يتغنون بالخلافة، لكن لو سألت أو قرأت الآن ما كان يكتب ستجد كره شديد للخلافة العثمانية. هو عدم الاعتراف بأن أسلوب الدولة الحديث كما تبناه الغرب وكما طبق في الغرب هو الأسلوب الأمثل للحياة، هي الديمقراطية اللي احنا كلنا بننادي بها، بس احنا مش عايزين نعترف انها جات من بره. فالبترو دولار شايف انه مشكلة ام حل، وكراهية الآخر انا يعني باين واضح من عنوانها انها مشكلة،
لكن البترو دولار ايه موقعه في اللي بيحصل؟ احنا كنا في مجتمعاتنا في مجتمع مصر اللي اعرفه يعني ايام الطفوله جدتي كانت مسلمه ومتدينه، جيراننا مسلمين ومتدينين، جيراننا التانيين اقباط، وكان كانت العلاقه بينهم علاقه حميمه، ما فيش اي مشكله، ما فيش اي تسييس للدين. كان دين شعبوي يعني ما فيهوش تسييس، وفكره كره الاخر ما كانتش مطروحه. كل واحد بيعبد ربه بطريقته وخلاص. وبعدين ابتدى جيلين يرجعوا من السعوديه. الجيل الاول جيل الاخوان المسلمين اللي كانوا لما الاخوان المسلمين اتحبسوا في عهد عبد الناصر خرجوا وراحوا اشتغلوا مدرسين ومهندسين في السعوديه، والجيل بتاع العمال المصريين اللي برضو كانوا بيطلعوا اعارات ويرجعوا من السعوديه تاني. رجعوا بفكر وهابي، والفكر الوهابي ده اصلا قائم على 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 فكره التطهير. التطهير يعني حتى لو ناس صوفيين اللي انا يعني بحبهم جدا وما لهمش في السياسه بيعملوا حلقات ذكر او عندهم ضريح يكسروا الضريح، يكسروا الضريح ويرجع. ففكره التطهير دي غلبت على التعليم كمان. المدرسين اللي رجعوا من السعوديه ابتدوا يعلموا في المدارس المصريه والعربيه فكر اقصائي، ان هو يخلي المسلمين قله في وسط المليار، يعني خلوهم عدد بسيط جدا، الباقيين كلهم مش مسلمين بجد حتى كفار تكفير. حكايه بقى تقسيم المجتمع الى مؤمن وكافر، وحكايه ان الكافر عقابه ايه، وحكايه الرده، يعني قضايا كلها اخترقت التعليم المصري والعربي والاسلامي. حتى بتروح ماليزيا دلوقتي، الدول اللي كنا فرحانين انها فيها نوع من الحداثه زي ماليزيا واندونيسيا، دخلها الفكر ده في التعليم بتاعها عن طريق البترو دولار، عن طريق اموال النفط، اللي هي انا بعتبرها نقمه على العالم العربي. وفي الكتاب وانا بتوقع انهيار العالم الاسلامي، وطبعا انا هذا التوقع. خليني اساله سؤال طالما ذكرت، لانه كنت جاي لي لكن سياق حديثنا، ايه مغزى سقوط العالم الاسلامي؟ يعني حينتهي الاسلام؟ لا يعني في يعني حوالي مليار ونص مسلم، ما فيش حد هيقدر يقول ان هم الارض هتتبلع وتاخدهم. انا اتوقع ان بعد التنفس الصناعي ده ما يتوقف، الماكينات تتوقف، معانا 30 سنه، بعد 30 سنه ما فيش حاجه اسمها بترول. بعد 30 سنة لو ما وجدناش صيغة للتعاون مع الغرب، ازاي ما فيش بعد 30 سنة المخزون تظله انه هينفذ بعد 30 سنة، والعالم يتجه الان الى خيارات اخرى، بدائل اخرى، الطاقة الشمسية والرياح واشياء متطورة جدا، لان خلاص العالم عايزة تطور طاقتها بنفسها، ومعايزة مش عايزة تعتمد على هذه المنطقة المسماة بالشرق الاوسط اللي ما بتجيبش غير مشاكل وحروب. فبعد 30 سنه حتى المخزون هينتهي، وده معناه يعني دول زي دول الخليج هيحصل فيها كوارث بهذا السبب، لان هم ما تعلموش ان هم يعملوا اقتصاد خارج النفط، يعني هو استثمار لاموال النفط مستمر، وده مش هيقبل حتى العماله اجنبيه. طبعا العماله وكل الافكار اللي هم بقى بيمولوها هتسقط، لان ملهاش زي مظاهرات الاخوان اللي كانت بتتعمل بالفلوس. بعد ما الممول أصلي. بعد الممول ما بيهرب مع الناس ما بتطلعش والانتخابات ونفس الاساليب دي كلها. فدي جزئيه هتنتهي. الجزئيه الاخرى حكايه كراهيه الغرب. ما نقدرش ان احنا نفضل على هذا الاسلوب من معاداه الغرب بافكاره واسلوبه الى الابد، لان ده جار ليما، ومن ناحيه ثانيه عنده التقنية وعنده النوها اللي احنا محتاجينها عشان نطور مجتمعات. والكراهية في الغالب بترجع وتضر بصاحبها اكتر ما تضر بالمكروه نفسه. يعني احنا كراهيتنا للغرب ما اضرتش الغرب قليل يعني كتير، لكن كراهيتنا للغرب اضرت بينا احنا اكتر، لان ابتدينا نعمل اسلوبنا في التعليم والتربية على فكرة الكراهية. فاستثمر الشباب طاقة مهولة في هذه الكراهية، وما بيوصلش العدو ده اصلا ولا هيقدر يهزمه. فقعد يشتم فالطاقه بتبدد في الهواء. كان ممكن الطاقه دي تستثمر في ان احنا نعم. طيب ده هيكون مردوده على الدين.
أعتقد إن الإسلام هيرجع تاني زي الإسلام بتاع جدتي اللي هو الشعبوي اللي فيه جزء فولكلوري. شعبوي يعني بسيط، قصص وشوية طقوس وحاجات وعملها وخلاص يعني. وهيبقى كل ما زادت درجة ثقافة الفرد هيكون فيه نوع من التحفظ يعني، أو إن ما مش هيخوض في هذا زي المسيحية في الغرب دلوقتي. الإنسان اللي هو المثقف ما بيخشش في تفاصيل المسيحية يعني، لو مش هيخش لك يشرح لك الثالوث والبتاع الأشياء اللي هي ملهاش علاقة بالمنطق، وإنما تحتاج إلى غيبيات، تحتاج إلى الإنسان يؤمن بها. فأنا أعتقد إن الإسلام جزء منه هيبقى شعبوي وجزء منه هيبقى فولكلوري في خلال 30 سنة، لأن الإنترنت والمناقشات التي تطرح والأفكار التي تطرح لا يستطيع أي فكر أن يظل صامدا أمامها، خاصة الفكر اللي هو مبني على فكرة ما تفكرش أو ما تجادلش. لا، ما عادش الفكرة دي موجودة أساسا. الشباب دلوقتي عايز يعرف أصول الأشياء إيه، عايز يعرف ليه كده، وما فيش حاجة اسمها ما تسألش. لا، هو ده الجيل اللي احنا عايشينه يتحدى الانترنت، يتحدى الادعاءات الكبرى. ما تقدرش تقول له الله ورسوله اعلم، ما ينفعش يعني، او لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، تسؤني ليه؟ لا، مش هتسؤني. قول لي بس وانا ليكش دعوه. الشباب عنده المنطق ده دلوقتي، وده مش هيؤدي بالضرورة ان الانسان يفقد دينه، بس هيفقد هذا الجزء العدائي اللي هو بيسلطه على وده لو ما حصلش هي كده كده كارثه اصلا. يعني ده لو ما حصلش كارثه. فانا حكيت ان سقوط العالم الاسلامي كان مفهومها سياسي ديني اجتماعي، والسقوط بالنسبه لي فرصه للخروج من يعني لازم انك تعترف بفشلك قبل ما تقف على رجليك، لكن طول ما انت في الحضيض وانت مفكر نفسك انك في قمة العالم يبقى مش هتوصل. لابد من الاعتراف اولا انك مريض عشان يجيب لك دكتور. تقول ايضا في صفحة 13: ان ما نراه اليوم في عالمنا الاسلامي ليس صراعا بين الحداثة والتراث كما يزعم البعض، ولكنه حالة احتضار للثقافة العربية والإسلامية التي لم تعد قادرة على طرح إجابات حقيقية لأسئلة العصر الملحة. هي حالة من الارتباك والتشنج الفكري أودت بالبعض منا إلى الانفصام، والبعض الآخر إلى اليأس، وبالآخرين إلى العنف والتطرف. حالة من اليتم الثقافي والفقر الروحاني نحاول أن نخبئها خلف تدين الزائف أو الصراخ المدوي على قضايا تافهة وصورية. الدين الإسلامي